صباح الخير يا سابع، كيفكم؟ مس، شو اخباركم؟ ان شاء الله اليوم بدنا نكمل عن العمر النسبي للصخور الرسوبيه. احنا اتفقنا انه انا معنى كلمه العمر النسبي اني بحدد عمر الصخور بالنسبه لبعضها البعض، بس ما بقدر اعطيها عمر معين. يعني ما بقدر احكي والله هاي الصخره عمرها 60 مليون سنه، 70 مليون سنه، لا، بعطيها عمر بالنسبه لبعضها البعض. هلا اول شيء يا مس، في اول مبدا اخذناه اللي هو مبدا التعاقب الطبقي، اللي هو حكينا يا مس انه مثلا ترسبت عندنا الطبقه الاولى، بعدين الثانيه، بعدين الثالثه، فانا بعطيهم عمر بالنسبه لبعضهم البعض. فانا بحكي انه عمر الطبقه 2 احدث من 1 واقدم من 3، هذا هو مبدا التعاقب الطبقي. نيجي يا مس للمبدا الثاني اللي هو مبدا تعاقب الحياه. معنى كلمه مبدا تعاقب الحياه اني انا بحدد عمر للصخور من خلال الأحفورة اللي موجودة بداخلها، فبيكون مثلا عمر الصخرة رقم 2 نفس عمر الأحفورة اللي موجودة جواتها. احنا اخذنا في دروس سابقة انه مثلا يا مس عندي هون الديناصور اتكون في الحقبة المتوسطة، صح؟ فاذا هاي الطبقة الصخرية اللي وجدت فيها أحفورة ديناصور وين بدها تكون؟ متى بدها تكون متكونة؟ برضو بدها تكون متكونة في الطبقة المتوسطة. برضو هون يا مس انا ما اعطيت عمر محدد، انا هون اعطيت عمر نسبي بسميه مبدأ تعاقب الحياة. يعني انا بحدد العمر النسبي للصخور من خلال الأحفورة الموجودة جواتها. فمثلا هون عندي أحفورة سمكة بالطبقة رقم 1، طب أنا أحفورة السمكة أمتى تكونت عندي؟ بنهاية الحقبة القديمة، فمعناته هاي الطبقة اللي متكونة فيها أحفورة السمكة اتكونت متى؟ في الحقبة القديمة. فباجي بحكي لك كم عمر الطبقة رقم 1؟ بتقول لي الطبقة رقم 1 تكونت في الحقبة القديمة بسبب وجود أحفورة السمكة فيها. طب كم عمر الطبقة رقم 2؟ بتقول لي في الحقبة المتوسطة لأنه بسبب وجود عظام الديناصورات فيها. طب هاي الطبقة الأخيرة هاي فيها مبين إنه حفير قرد، معناته في الطبقة الحديثة لأنه الثدييات أمتى ظهرت؟ في الحقبة الحديثة. فإذا مبدأ تعاقب الحياة إنه عمر الطبقات مماثل لعمر الأحافير الموجودة بداخلها. في عنا ثالث مبدأ اللي هو مبدأ القاطع والمقطوع. اطلع معي يا مس، هون أنا عندي طبقات صخرية ألف باء جيم دال هاء متكونين وخالصين، صار في عندي اندفاع لحمم بركانية من الداخل. انتو عارفين يا مس انه باطن الارض عبارة عن صخور مصهورة، هاي الصخور ممكن اذا لاقت فراغ تطلع وتطلع لسطح الارض. فانا هاي الطبقات اصلا كانت متكونة، بعدين اجى هذا القاطع الناري اللي هو الحمم البركانية او الصخور المصهورة قطعها. فمين بده يكون احدث، القاطع ولا المقطوع؟ اكيد القاطع، لانه انا عندي هاي الطبقات كانت متكونه وخالصه، هي الف باء جيم دالها متكونه وخالصه، مين اجى بعدين؟ اجى القاطع. فهاي المبدا بحكي لك انه دائما دائما القاطع احدث من المقطوع. فانا لو اجيت بدي ارتب هاي الطبقات الصخريه حسب عمرها النسبي، فبحكي اول شيء تكونت الف، بعدين باء، بعدين جيم، بعدين دال، بعدين ها، بعدين القاطع الصخري او القاطع الناري. طبعا احنا هون يا مس اعتمدنا على مبدأين، مبدأ التعاقب الطبقي ومبدأ القاطع والمقطوع، لاني انا هلا وقاعده برتب الف باء جيم دال ها، هذا اي مبدأ؟ مبدأ التعاقب الطبقي. طيب بعدين اجى القاطع الناري، هذا اي مبدأ؟ مبدأ القاطع احدث دائما من المقطوع. طبعا مو شرط يكون في عنا قاطع ناري، اوقات بيكون في عنا يا مس صدع او كسر، برضو الصدع والكسر بيكونوا احدث من المقطوع. فاذا دائما دائما لما تيجي ترتب بترتب اول اشي الطبقات الصخرية واخر اشي مين بنحط؟ بنحط القاطع اللي هو القاطع الناري او الصدع. طبعا مس اذا بعد هذا القاطع اتكونت فوق عنا طبقات، خلص بنرتبها انه هي احدث. يعني تخيل هلا انا بعد مرور الزمن اتكونت عندي كمان هون طبقات زيادة، بحطها احدث من المقطوع، خلص يعني بوقف وين ما القاطع انتهى. وان شاء الله بالحصص الجاي رح احط لكم كمان امثلة، لانه هلأ فترة امتحانات ما حاعطيكم واجبات، بضل عنا اخر مبدأ ان شاء الله مناخده بكرة. ويعطيكم العافية يا شباب.